ناقش مؤتمر المدن الذكية 2023 في ختام نسخته السادسة عددا من المحاور الهامة، من أبرزها حلول المدن الذكية وتكنولوجيا المستقبل والتوأم الرقمية. المشاركون في هذه النسخة من المؤتمر أكدوا أهمية المبادرات الحكومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وأشار المشاركون في ختام ورش العمل إلى عدد من التوصيات، من بينها وضع استراتيجية شاملة للمدن الذكية تتضمن سياسات وأنظمة وإرشادات لتطوير وتنفيذ حلول المدن الذكية، والتي يجب أن ترتكز على رؤية وأهداف واضحة لمستقبل المدن الذكية في البحرين، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز ثقافة الابتكار من خلال دعم البحث والتطوير وتشجيع ريادة الأعمال وتقديم الحوافز للشركات والأفراد لتطوير وتنفيذ حلول المدن الذكية، والتطوير المستمر لبنية تحتية رقمية قوية بما يساهم في الاستمرار في نشر حلول المدن الذكية، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع المدن الذكية الناجحة التي تم تنفيذها في البلاد ودعم فعاليات المدن الذكية لتجمع الخبراء وقادة الفكر والمبتكرين في هذا المجال، الأمر الذي سيسهم في وضع البحرين كمركز للمدن الذكية في المنطقة ويوفر فرصا للتواصل والتعاون. مشاركتي اليوم في هاي المؤتمر كانت مشاركة ثرية في مؤتمر المدن الذكية. تحدثنا عن الشركة القابضة للنفط والغاز، وشلون احنا في الشركة قاعدين نحاول نطبق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل أعمال الشركة. طبعا مشاركتنا تهدف إلى لعب دور مهم في تحقيق أهداف مملكة البحرين في الحياد المناخي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية في تبريد المناطق، وأيضا توظيف آخر التكنولوجيا لتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. الحين النقلة اللي صايرة في العالم كلها تريد سمارت سيتيز، وهذا شيء جيد إنه البحرين تستضيف النسخة السادسة، وهذا يعني يدل على اهتمام مملكة البحرين بهذا الجانب، وهذا يدل أيضا إنه في اهتمام من جميع الوزارات في جميع دول مجلس التعاون، وإن شاء الله نتمنى مدننا تكون ذكية في المستقبل القريب إن شاء الله. طبعا حضرنا مجموعة مميزة من الجلسات الحوارية الدقيقة في مجال الاستدامة، استفدنا بمعلومات جديدة، حصلنا على آخر التفاصيل الموجودة من حيث التطورات من الشركات المختلفة وسبل التعاون.